حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نعيش مع النصيحة 26 في سلسلة أهم 30 نصيحة للبدء بحفظ القرآن. طبعا هذه النصائح هي للبدء بالحفظ وليس لحفظ القرآن، هناك فرق. أنا الآن أقوم بدور تحفيز ودور تعزيز ثقتك بهذا القرآن وتعريفك على أهمية الحفظ وكيف تبدأ، لأن أصعب شيء البداية أيها الأحبة أن تبدأ، والبداية عندما تكون صحيحة تعطي نتائج صحيحة، البداية عندما تكون خاطئة لا تنتظر منها إلا نتائج خاطئة طبعا. إذن أيها الأحبة، اليوم دعوني أتأمل معكم هذه النصيحة التي يعني من بين فوائد حفظ القرآن أيضا فوائد لك ولأولادك أو أطفالك ولذريتك من بعدك. أيها الأحبة، الطفل لديه قدرة هائلة على حفظ القرآن. هذه نصيحة للآباء، أطفالكم لديهم قدرة هائلة على الحفظ. أنا لا أطلب منك أن تضغط على ابنك أن يحفظ، لا، لأن الضغط والضرب والكذا مرفوض في الإسلام. النبي لم يفعل ذلك، لم يضغط على أحد. سيدنا نوح ابنه وهو يعني على شفا الغرق لم يضربه ولم يعنفه، قال يا بني يا بني اركب معنا ولا تكن مع القوم الكافرين، خاطبه خطاب رقيق. هذا الخطاب المؤثر أيها الأحبة، أنت تستطيع أن تضع صوت القرآن في البيت، صوت القرآن، تفسير القرآن، تشاهد تفسير القرآن عندما تكون مع أولادك. الولد ينطبع في ذهنه حتى عندما يكون جنينا في بطن أمه. على فكرة أثبت العلماء أن الجنين يسمع منذ اليوم 42 ويتفاعل مع المؤثرات الخارجية وبخاصة الصوت. بدلا من أن تضع الأغاني أو تضع أي شيء أو فراغ لا شيء، لا، ضع صوت القرآن وبخاصة في الليل أثناء النوم، تضع صوت القرآن باستمرار في البيت، الأطفال يتأثرون. وبالتالي العلم يقول إن الطفل لديه قدرة هائلة على الحفظ والتأثر. فقد أثبت العلماء أن خلايا الدماغ عند الطفل الصغير تكون نظيفة وفي قمة نشاطها وطاقتها. لذلك أنت لم تحفظ القرآن عندما كنت صغيرا، بإمكانك الآن أن تحفظ، ولكن بنفس الوقت ساعد أولادك على الحفظ، شجع أطفالك على حفظ القرآن واقرأ أمامهم القرآن كل يوم. ويفضل للأب أن يقرأ بصوت مرتفع، لا أن يجلس ويقرأ، لا، يقرأ بصوت مرتفع يسمع الأولاد، لأن الولد يتأثر. وقد لا يظهر هذا الأثر إلا بعد 20 عاما مثلا، ليس من الضروري أن يظهر فورا، لا تدري متى يهدي الله هذا الشاب. أحيانا إنسان يمر بفترة جهل وطيش فجأة يهديه الله سبحانه وتعالى. فإذا أنت غذي دماغه بهذه المعلومات القرآنية، اقرأ أمامهم القرآن كل يوم بصوت مرتفع يسمعونه، خلايا دماغهم ستتأثر وتخزن هذه الآيات فينشأ على حب القرآن العظيم. شيء آخر أيها الأحبة، دراسة حديثة تبين أن أي تصرف يحدث أمام الطفل فإن خلايا دماغه تتفاعل مع هذا الحدث، يحدث فيها نشاط وتتأثر بهذا الفعل. لذلك نجد أن البيت الذي يكثر فيه الحديث عن الإلحاد يخرج الطفل متأثرا بأحاديث الإلحاد، البيت الذي يكثر فيه الشجار بين الأب والأم تجد أن الطفل يتطور لديه سلوك عدواني في المستقبل.
أما عندما تحرص على أن يكون القرآن معظم الوقت يعمل صوت القرآن، حديثك يجب أن يكون حول آية قرآنية، يجب أن تعطي قصة مثلا، تفسير سمعته في الإنترنت اقرأه على أولادك. هذا الأمر كما يقول العلم يحدث تأثيرا كبيرا في الدماغ، وقد أنت لا ترى التأثير إلا بعد سنوات، ولكن يجب أن تعلم أن أي شيء تقوله يؤثر، ينطبع في دماغ الأطفال. لذلك حاول أن تطبع في دماغ أطفالك أشياء مفيدة، حب القرآن، تفسير القرآن، حب النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. لذلك إذا أردت أن يكون ولدك بارا بك فعلمه كيف يحفظ القرآن ويتأثر به. لماذا أيها الأحبة؟ اليوم نحن نعاني من زمن أنبأ عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا بر الرجل صديقه وجفى أباه وعصى أمه وأطاع زوجته من علامات الساعة. هذا الحديث أيها الأحبة للأسف نعيشه اليوم. الكثير من الأولاد يفضل أصدقاءه على أبويه، يفضل زوجته على أمه وأبيه. فهذه الكارثة التي وقعنا فيها اليوم، وهي من علامات الساعة، يعني هذا ليس ذنبك وليس ذنبي، هذه علامة من علامات الساعة أنبأ عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أنا مهمتي كأب أن أحاول أن أدعو لهذا الغلام بالخير، أحاول أن أصبر، أتحمل، أسمعه صوت القرآن، أحاول أن أفعل أشياء يعني قد يهدي الله بها هذا الغلام أو هذا الشاب أو هذا الطفل. لذلك أيها الأحبة، عندما تضع في دماغه حب القرآن واحترام القرآن وتقديس القرآن وحفظ القرآن، عندما يكبر سيقرأ قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا الغلام سيخضع لهذا الكلام لأنه صادر من الله عز وجل، وسيقرأ حديثا يتأثر به. عندما أنبأ النبي صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر الإشراك بالله، ثم ماذا؟ وعقوق الوالدين. عقوق الوالدين من الكبائر العظيمة جدا. فهذا الطفل عندما تزرع في قلبه حب القرآن وحفظ القرآن سيكون بارا بك، لأنه سيطبق كلام القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع. إن شاء الله النصيحة القادمة سنعطي مزيد من المعلومات حول حفظ القرآن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.